هل يؤمن المسلمين بمهديين مختلفين أم بمهدي واحد؟ وهل الاحتفاء اللي شهدناه بنشيد سلام يا مهدي في عدة بلدان إسلامية يعد احتفاء فئوي أو طائفي؟ وبالتالي هل تبني فكرة مهدوية يجبرنا على تبني فكر طائفي سواء باتجاه أو بآخر؟ برحب فيكم بهالحلقة الجديدة من سلسلة مأدبة الرب. نحن سبق وقلنا بأول حلقة حكينا فيها عن موضوع الإمام المهدي، ذكرنا قضية اختلاف الآراء حول اسمه ونسبه، وأكدنا فيها أنه نسبه حسيني، وذكرنا بنفس الحلقة وبحلقتين أو بحلقة أو باثنين غيرها بشكل مقتضب وسريع موضوع اختلاف الآراء حول لفظة الحديث، هل هي اسمه اسمي فقط أم اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي؟ طبعا هي اللفظة الشائعة على ألسن الناس، وهي النقطة اللي راح نركز عليها اليوم. طرح قبل عدة سنوات على موقع islamweb.net سؤال بخصوص هي الزيادة واسم أبيه اسم أبي. السؤال مثل ما شايفين بيقول: أود أن أسأل عن أحكام المحدثين في الزيادة الواردة في حديث المهدي واسم أبيه اسم أبي، يعني السؤال عن هي الزيادة تحديدا، التي رواها عاصم عن زر وأبو إسحاق الشيباني. طبعا الصواب لغة وأبو إسحاق الشيباني هو كاتب وأبي إسحاق، من صححها ومن ضعفها وجزاكم الله خيرا. الموقع بيقول روى أبو داود هذا الحديث بعدة أسانيد مدارها على عاصم ابن أبي النجود. طبعا رواية أبو إسحاق ضعيفة جدا باتفاق كل أهل العلم، فالموقع يعني تجنب ذكرها من الأساس، ولكن رغم ذكره أو رغم أنه كونه نزل حديث أبو داود، ذكر بنهاية كلامه أنه بعض أهل الحديث ضعفوه. يعني هذا نقاش آخر، ولكن نحن بدنا نشوف الزيادة هي شو أساسها. نزل حديث سنن أبي داود، وذكر أنه الحديث رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والطبراني بكل هي الأسانيد، ولكن فعليا هذا الجواب ينطبق على الحديث ككل بدون لفظة واسم أبيه اسم أبي، لأنه أولا لا مسند الإمام أحمد بن حنبل ولا سنن الترمذي روى هي اللفظة اللي هي واسم أبيه اسم أبي، ولا المعجم الكبير للطبراني أورد هي اللفظة بكل هي الأسانيد المذكورة هون، ورح نجي لأحاديث المعجم الكبير. ولكن أبو داود أورد هي الرواية، قال عن فلان وفلان وفلان، وبيقول المعنى واحد، كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. قال زائد في حديثه، زائد اللي هو أحد رواة الحديث، لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا، يعني هذا اللفظ اللي هو لطول الله ذلك اليوم تفرد فيه زائدة دون عن بقية الرواة، وبقية الرواة رجعوا كملوا معه حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وزاد فطرا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني كأنه أبو داود عم يقول أنه كل هدول الرواة اتفقوا على لفظة واسم أبيه اسم أبي، بينما إذا من راجع السياق الوارد عن هدول الرواة منلاقي هي اللفظة ما صحت عن طريق حدا منهم باستثناء زائدة فقط. حديث لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رواه حذيفة بن اليمان والإمام علي وأبو سعيد الخدري والسيدة أم سلمة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، كل بلفظة اسمه اسمي فقط. أما روايات عبد الله بن مسعود، الصحيح منه 18، 15 رواهن الإمام الطبراني كل عن عاصم عن زر، 14 منهم بلفظة اسمه اسمي فقط، وواحدة بلفظة اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، إضافة إلى 3 أسانيد عند أحمد بن حنبل كل بلفظة اسمه اسمي فقط.
سبق وقلنا بحلقة من الحلقات أن اللفظة الشاذة لا يصح أن تغلب على اللفظة الشائعة أو المستفيضة أو المتواترة أو شبه المتواترة، هي قاعدة حديثية، ولكن اليوم على ألسن الناس وحتى على ألسن أكثر رجال الدين بس يذكر حديث المهدي، يذكر اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. ولكن خلينا نشوف ونسمع رأي المحدثين والحفاظ السابقين بهي اللفظة. يجب الإيمان والاعتقاد بأن الإمام المهدي متفق عليه عند المدرستين، لكن ما يرد في هذه المسألة من خلافات وأنه يولد أو ما شابه ذلك، كل هذه الخلافات لا تسعف في حقيقة الأمر، وإنما الذي يسعفنا أنه من نسل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتذرأ به البعض كما رواه أبو داود في سننه كما جاء في كتاب عون المعبود الجزء السابع صفحة 346 طبع الدار الحديث عند الحديث رقم 4276، فهذه الرواية انفرد بها أبو داود، وقد وردت عن زائدة ابن أبي الرقاد الباهلي، ولذلك يقول الأئمة والعلماء هذه اللفظة زائدة عن زائدة. ماذا قال علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي؟ زائدة ابن أبي الرقاد الباهلي، قالوا منكر الحديث كما في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال من قبله والتقريب والكاشف والخلاصة. وعلى هذا فالمتفق عليه بين المدرستين أن الإمام المهدي المنتظر من نسل الإمام علي بن أبي طالب يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته الإمام أبو القاسم. وبهذا يمكن فض الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم، وأسعدكم الله برؤية جدكم الباهية. شكرك مولانا فضيلة الشيخ محمد الجويش على هذه المداخلة القيمة. ضل نذكر نقطة أخيرة بالنسبة لهذا الحديث، وهي بخصوص عاصم ابن أبي النجود. مين هو عاصم هذا؟ لما نسمع بتلاوات القرآن الكريم أحيانا قراءة حفص عن عاصم، هو هذا عاصم، يعني هذا من أدق الناس بالحرف اللي بيقوله. لما نجي نقرأ رواية فيها اختلاف بلفظ معين بين راوي وراوي أو زيادة أو نقص هن رووها عن عاصم، فلا شك أنه هذا الاختلاف من الراوي اللي روى عن عاصم وليس من عاصم نفسه. وبهالحالة بناخد اللفظة الشائعة وبنعتمدها وبنلقي اللفظة الشاذة جانبا مو العكس، خصوصا إذا كان الاختلاف له تأثير على المعنى أو له تغيير أو إضافة معنوية. هلأ ممكن يكون في أكثر من حديث بأكثر من مناسبة، مثلا لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب، ممكن يكون غير لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، بس حتى هدول السياقين بكلا السياقين، وحتى لو أخذنا الأسانيد الضعيفة كمان بعين الاعتبار، بتظل لفظة اسمه اسمي مروية عن عاصم أكثر بكتير من لفظة اسمه اسمي واسمه أبيه اسم أبي، طبعا إضافة إلى غير طرق عاصم، وهي النقطة الأهم بالنسبة لي بالموضوع. طيب الحديث وعرفنا وأمنا أنه اسمه اسمي فقط، ولكن النشيد أو الفكرة بشكل عام عم تتمحور حول شخصية معينة ولدت سنة 255 للهجرة. هل هذا الشيء بخلي النشيد أو الفكرة بشكل عام فكرة فئوية أو طائفية؟ وشو أدلة هذا الاعتقاد أصلا؟ هذا إن شاء الله رح نحكي فيه بحلقة تانية. ترونه.